هو طبيعي ان اذا كان نحن نبغى نمشي للانتخابات فنحن لازم ننهي الانقسام المؤسساتي. كل مرة نحن قلناه قبل خارطة الطريق تونس جنيف اللي هي الاتفاق السياسي الثاني، فبالتالي ولذلك كانت لكي توحد الانقسام المؤسساتي في السلطة التنفيذية لكي نذهب إلى الانتخابات اللي ستعمل على توحيد السلطة الشرعية، التشريعية، وصولا إلى انتخابات. ولو شفنا خارطة الطريق تونس جنيف نلقاها أنها تتحدث عن أن يا هذه الحكومة، حكومة الوحدة الوطنية اللي هي ما فيهاش انقسام سياسي، اعملي خلال هذا العام على ملف المصالحة باعتبارها وسيلة من الوسائل اللي تمهد الأرض لانتخابات تشريعية ورئاسية، ومن ثم يحدث ذهاب إلى الدستور الدائم بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية واللي كان مفروض أنها تكون متزامنة. اذهبي إلى الانتخابات، إلى الدستور الدائم. للأسف الشديد إحنا من ذلك الحين اللي هي 21 ما زلنا في نفس الحلقة. تقهقرنا حكومة الوحدة الوطنية كما سميت في خارطة الطريق جنيف أو في الاتفاق السياسي 2 لم تستطع أن تكون حكومة وحدة وطنية، هذا أمر واقع. زيد عليها بأن ممثلها أو رئيسها دخل إلى سباق أو إلى حلبة سباق الانتخابات الرئاسية، نعم. ومن ثم كيف يمكن أن وأصبح طرف الآن، كيف يمكن أن يشرف على عملية انتخابات نزيهة وتعطي الفرص المتساوية للجميع، ومن ثم فكرة أن تصبح لدينا الآن حكومة واحدة تنهي الانقسام السياسي متوافق عليها داخليا وللأسف يجب أن نقول ودوليا يرتضون التعامل معها، حاصلة على ثقة البرلمان، تذهب بنا يعني كأننا نعيده كأننا من 21 إلى 23. هذا ما صار شيء، بس احنا قالوا المصريين بيستك، وللأسف هو صار، للأسف هو صار شيء، بددت أموال وفي استغفال دكتورة، بددت أموال، لا الإشكالية في استغفال يعني كأنه ما كان شيء، غدر وقت، ذهبت أحلام، ونقاشات طويلة، ذهب جزء من إيمان المواطن الليبي بعملية التحول الديمقراطي، تفككت يعني النسيج الاجتماعي. الدكتور يقول ما فيش مشاكل، لكن هم يعملون على خلق مشاكل، ومشكلة المشكلة السياسية بين يوم وليلة تنتهي حينما تفتح المصالح.